فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هناك داعية يقول إن الحلف ليس بعبادة، فهل ما يقول ليس بعبادة؟ إيش؟ هناك داعية يقول إن الحلف ليس بعبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟ ليس بعبادة، هذا قسم، هذا قسم بالله يجب عليك أن تبر به إذا كان على بر، أما إذا كان على غير بر فإنك تنقضه وتكفر عن يمينك، تنقضه وتكفر عن يمينك، فهو عهد وميثاق بينك وبين الله. نعم، عبادة. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الوفاء بالعهود عبادة بلا شك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.